مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان من برنامجكم جه وقتك. بنصلي في اسم الرب يسوع يكون جه وقتك للبركة والاسترداد وأمور مسلوبة الرب يردها لحياتك في هذه الحلقة. فرحانين جدا بوقت مبارك الرب مأيده مرتبه لينا، واثقين رب يصنع فارق في حياتك وفي حياتك باسم الرب يسوع. الوقت ده مش اعتباطا ولا صدفة، ولا الرب قعدك قدام البرنامج انك تسمع مجرد عشوائية، لكن في حاجة مميزة الرب عايز يوصلها لك. فقول للرب افتح قلبي يا رب، عايز اخد الاعلان من قلبك، والاعلان ده يشكل ويغير فيا. بشكر رب لاجل البرنامج المبارك جه وقتك اللي سبب بركة لالاف وفي كل مكان. اشكر رب لاجل الفيدباك، الرب بيتعامل مع ناس كتير جدا من خلال هذا البرنامج المبارك. اشكر رب لاجل الفاضل جناب القسيس سمير فهمي، ربنا يباركه ويحفظه، سبب بركة كبيرة لينا وتشجيع ودعم وحافز قوي. بنصلي ربي يحميه ويحفظه ويباركه في كل مكان يتواجد فيه. عنوان حلقتنا عن الالتصاق بالرب، وبصراحة عنوان ممتع جدا وحاجة في منتهى الأهمية الرب عايز يعملها معنا. مش مجرد كلمات هتسمعها، لكن الروح القدس يزورك يعمل معاك المعجزة دي. تلتصق بالرب وهتشوف معجزات وتشوف أمور عظيمة وتشوف حاجات وعود بتتحقق نتيجة التصاقك بالرب. بصلي باسم المسيح الرب يصنع ده في حياتك وفي حياتك باسم الرب يسوع. لكن قبل ما نخوض في زخم الحلقة المباركة، أنا متوقع وعندنا يقين وإيمان الرب يباركك بركة غير عادية، مش مجرد حقيقة. الرب مجهز لك حاجة دسمة جدا، بس قول لرب مش عايز كلمة تعدي يا رب، مش عايز، أنا عايز الكلام ده يترجم لواقع عملي، واقع عملي في حياتي. قبل ما نشوف الرب عايز يقول لنا إيه، خلونا نرحب بصديق وضيف غالي على قلبي جدا، مرنم مبارك ممسوح ايد الرب عليه بقوه، رب استخدمه في اماكن كثيره وسبب بركه لشعب الرب في كل مكان. اخويا الغالي عماد نبيل، اهلا وسهلا. اهلا بيك اخويا بهاء، واهلا بكل اخواتنا اللي بيشوفونا في جميع انحاء العالم. وبصلي من كل قلبي ان ده وقت يكون افتقاد لنفوس كثيره، وقت رفعه وبركه في اسم الرب يسوع، في اسم المسيح. ربنا يباركك، باركك دينا رب. وقت مميز النهارده مع أمين. شعب الرب الغالي، ناس كتير متاهبه ونفسها فعليا أمين. الايام دي بالذات الناس عايزه حاجه من الرب راسا، ومصلي الحلقه كلنا دي كلنا محتاجين يا اخويا تكون سبب بركه لكل مشاهد وكل اسم الرب يسوع. طيب ايه رايك اخويا عماد نبدا الحلقه المباركه بترنيمه الرب يقودك فيها؟ كان الرب شغلني واحنا بنتكلم مع بعض عن الالتصاق بالرب، فبقول له وانت معايا وانت معايا، ايوه كل حاجه حلوه وانت معايا، يا سلام، كل حاجه فيها نعمه وبركه وراحه وسلام وانت معايا. نعم، فتعالوا نرنم مع بعض الترنيمه دي. أمين. وانت معايا تنادي الاغاني. امين. رنم معانا وانت بتقول للرب انا عايز المعجزه تحصل في حياتي في اسم المسيح. تنادي الأغاني وانت معاي، تسافر مكاني كأنه سفير تاخدني إليك. تنادي الأغاني تسافر مكاني كأنه سفينة تاخدني إليك. تنادي الأغاني تسافر كأنه سفينة تاخدني إليك. وانت معايا تضيع الثواني، وانت معايا تزيد الأماني، فحب السكينة وانا بين إيديك تضيع
الثواني تزيد الأمان، فحب السكينة وأنا بين إيديك تضيع الثواني تزيد الأمان، فحب السكينة وأنا بين إيديك وأنت معايا تداوي جراحي، وأنت معايا بلا ارتياحي، دموع الحزينة مسحها بإيديك تداوي جراحي، بلا ارتياحي دموع الحزينة مسحها بإيديك تداوي جراحي، بلا ارتياحي دموع الحزينة مسحها بإيديك، وانت معايا تطمن خطايا، وانت معايا بتمحي خطايا، بدمك شريني بنادي عليك تطمن خطايا، بتمحي خطايا بدمك شريني بنادي عليك، تطمن خطايا وتمحي خطايا بدمك شريني بنادي عليك، وانت معاك يزيد اشتياقي، وانت معاك تدور السواقي وتروي مدينة زرعها بإيديك، يزيد اشتياقي تدور السواقي وتروي مدينة زرعها بإيديك، تزيد اشتياقي يدور السواقي وتروي مدينة زرعها بإيديك، وانت معايا في أجمل حكاية، وانت معايا في صود الرواية بتحكي عليك ونحكي عليك، في أجمل حكاية في صود الرواية بتحكي علينا ونحكي عليك، دي أجمل حكاية في صود الرواية بتحكي علينا ونحكي عليك. هللويا هللويا، ربي يباركك يا اخوي عمال، وانت معايا، وانت معاه وهو معاك، هتعرف معنى وقيمة الحياة. يمكن في بداية الحلقة قاعد قدامنا بتقول الحياة ملهاش قيمة، صدقني الحياة ملهاش قيمة فعلا بدون الرب يسوع المسيح. عشان كده رب رتب لنا هذه الحلقة كيف تلتصق بالرب. عشان كده في بداية الحلقة ربنا يباركك اخويا عمال على التقديمة الرائعة، ربنا يحفظك فعلا بجد. نفسي لو معاك كتاب مقدس افتح كتابك المقدس، سواء على التليفون او لو موجود في البيت افتح كتابك المقدس في البيت، من سفر رعوص. هنقرا كم عدد من سفر رعوص الاصحاح الاول؟ هنقرا من عدد 14 يعني لغايه عدد 18، اربع اعداد. رعوص واحد من عدد 14. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا، فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوص فلصقت بها فقالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وألهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوص لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت إنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها. كمان آية من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس أصحاح 6 عدد 17، كورنثوس الأولى 6 عدد 17، والآية الأشهر، وأما من التصق بالرب
فهو روح واحد. عايزك تدوقها كمان مرة. وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. يا لروعة هذا الإعلان الجميل المبارك، اللي يلتصق بالرب يبقى روح واحد. صراحة ما فيش أحلى من كده. ولو التصقت بالرب هتلاقي النتائج مبهرة جدا. وأعظم نتيجة بجد، يعني أعظم نتيجة، يمكن في ناس قاعدة بتسمعنا في بداية الحلقة شعر بحيرة وشعر، ويمكن قاعد قدامنا بتقول يا رب أنا عايز أسمع صوتك في القرار الفلاني، في الأمر الفلاني، أروح ولا ما أروحش، أسافر ولا ما أسافرش، أخذ القرار ده ولا ما أخذش القرار ده، أعمل كده ولا ما أعملش كده. لو التصقت بالرب صدقني الرب يقودك، يدي لك حاجة اسمها قيادة إلهية، تعرف تنقاد بالروح القدس، يتمم الرب قصده في حياتك من خلال الالتصاق به. لكن يمكن، وده الإعلان اللي الرب عايز يقوله لك ويقوله لي، لو في حاجة مشينة، وأنا بقول ده في بداية الحلقة، حاجة مشينة في حياتك، أول ما يقولوا اسمك ركز، الأمر المشين يمكن في الماضي ملتصق بيك، فأول ما يقولوا اسمك يجي الأمر المشين ده يلتصق باسمك، فأنت نفسك كاره الأمر ده، بتقول يا رب أنا نفسي الحتة دي تتمسح من تاريخ حياتي. وأنا عايز أقول لك لو التصقت بالرب، الرب يمتعك بحاجة اسمها تغيير الهوية، يبقى يقودك روحيا، قيادة روحية ثم تغيير الهوية. لكن صدقني رب يدي لك كمان حاجة جميلة احنا كلنا محتاجينها، كل اللي يبص لك يتبارك، يبقى بركة في العلاقات الاجتماعية. يعني اعتقد ما فيش حد في المشاهدين مش محتاج دولة، ان رب يدي له بركة في العلاقات الاجتماعية، اللي يبص لك يتبارك. انت محتاج اللي يبص لك يتبارك في شغلك، انت بتعاني يمكن من ناس صعبة، من نوعيات صعبة، ونفسك بجد ربنا يديك نعمة في عين الناس دي. صدقني لو التصقت بيه الرب يعمل كده معاك، لكن كمان يقودك باسم المسيح. الحلقة دي تكون سبب بركة للناس عايزين ياخدوا قرارات في حياتهم، الرب يعمل معجزة الالتصاق بيه بحضرتك، تنقاد بالروح القدس وتاخد قرارات حقيقية في ملء مشيئة الله. لكن كمان الأعظم والأروع ان الرب يشيل الأمر المشين اللي انت بتعاني منه. يمكن جيت للرب وبتقول يا رب فضل الحتة دي باسم المسيح، الرب ينقلك النقل اللي تلتصق بيه، يغير الهوية، يغير. يبقى السؤال، تقول لي طب ازاي، كيف التصق بالرب؟ صدقني هقول لك على كده اربع حاجات، ونفس الرب النهارده، يعني الرب يدي لك اعلان، مش فكره كلام بتسمعه، لكن رب يعلن في قلبك باعلان قوي جدا، تاخد ده من الرب وتحصل. انا عندي يقين الرب يعمل المعجزه دي النهارده وتلتصق بيه وتقوم كده من قدام كلمه الله، وانت وهو روح واحد. بص على رعوس، كلنا عارفين قصه رعوس، او معظمنا، للي ما يعرفش رعوس جوزها محلون، وحماتها اسمها نعمي، وابو جوزها اسمه الي مالك، واخو جوزها اسمه كليون. دول كانوا في بيت لحم، ومعنى بيت لحم بيت الشبع، لكن حصل مجاعه في بيت لحم، تغربوا في بلاد مؤاب، سرعان ما ماتوا التلات رجاله الي مالك ومحلون وكليون، تبقوا تلات ارامل حماتهم نعمي وعرفه ورعوس. طبعا الرباط اللي بين رعوس وبين عرفة اتفك، خلاص أجوازهم ماتوا، فمن حقهم يرجعوا لشعبهم. حماتهم نعمي قالت لهم خلاص من حق كل واحدة ترجع، خلاص الرباط اتفك، أجوازكم ماتوا، فمن حقكم أن تنطلقوا. الاتنين قبلوا حماتهم وبكوا الاتنين. فعليا لما تقرأ كويس الكتاب هتلاقي أن الاتنين هما الاتنين صرخوا وبكوا، وإزاي نرجع ونسيبك. لكن في واقع الأمر عرفة يعني قبلت حماتها ورجعت. لكن يقول كتاب أما رعوس، وعلى فكرة لما تيجي تقرأ كلمة الله عندي كلمة وأما تقف، ليه؟ بعدها حدث مهم جدا. وأما رعوس لصقت بحماتها، لصقت ده. يا رعوس عملتها إزاي؟ لما تقرأ القصة تبص تلاقي نعمي بتقول لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، أنا مرة. فأنا سألت لرعوس سؤال، يا رعوس أنت رايحة تلتصقي بنعمي اللي بتقول على نفسها مرة؟ رايحة تلتصق بالمرة، وركز، ده رقم واحد اللي عايز يلتصق بالرب، الدروس دي في منتهى الأهمية. قالت مين قال لك أنا ملتصق عشان حلاوتها ولا مرارتها؟ قلت لها أمال أنت ملتصق عشان خاطر مين؟ قالت أنا هلتصق بيها عشانها هي. يا جماعة رقم واحد لو أنت عايز تلتصق بالرب، أنا مش هبص على الحلاوة اللي بيدهاني ولا الحاجة الحلوة ولا الطلبة، أنا هلتصق بيه عشان هو. أكتر حاجة تجرح قلب الرب اني طول الوقت انا عايز اللي في ايده، انا بجري عليه
عايز اللي في ايده. بنتعامل مع الرب بالمبدأ، انا اسف جدا، مبدأ اسمه المقايضة، يعرفوا التجار. يعني ايه المقايضة؟ الدين وديلك، لو ما اديتنيش مش هديلك، لو منعت عني متأسف في التعبير هتضايق وممكن ما صلكش وما افتحش كتابي واخد ركن على جنب. عمرك ما هتقدر تلتصق بالرب لو انت بتتعامل مع الرب مبدأ انه اديني عشان خاطر اقعد معاك، اديني عشان احبك. لا، اداني هحبه، ما ادانيش هحبه. لما الرب بيديني ده بركة وخير ونعمة، ولما بيمنع صدقني ده بركة ورحمة ليك. اسمعني اخويا المشاهد، اختي المشاهدة، يمكن قاعد وعندك عتاب على رب، ليه منعت؟ ليه خد؟ صدقني ربنا اذا كان منع ومنع حاجة يمكن بالنسبة لك صعب انها تتاخد منك وبتبكي بدموع حقيقية، ربنا بيقولك ده لخيرك. يمكن مش هتفهم ده دلوقتي، ربنا عايز ينقلك الوقت ده تلتصق بيه بغض النظر عن اللي في ايده. واوعى تربط علاقتك بيه عشان تعرف تلتصق بيه، ده مستوى عالي، ده مستوى عالي في العلاقة مع رب. يعني زمان اتقال عن اخنوخ، صار اخنوخ مع رب ولم يوجد. واساب بيقول اما انا فالاقتراب الى رب فحسن لي. لكن ده مستوى ثالث اسمه الالتصاق بالرب. فرقم واحد، ما تربطش علاقتك بربنا بالعطية. زمان في تكوين 15 الرب قال لابرام، ابرام خلي بالك من كلام، اجرك كثير جدا، انا ترسل لك. يبدو ان ابرام ما ادركش الحق الجميل ده، فراح رابط بسرعه قال له ماذا، تكون 15 في الاعداد الاولى، ماذا تعطيني؟ بص حاجه صعبه جدا، ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم ومالك بيتي العذر الدمشقي؟ ده انا ما عنديش ولد يورثني. قال له لا ما تفكرش بالاسلوب ده. على فكره ابرام، يرثك ابنك الذي يخرج من احشائك، بس عايز علاقتك بيا الليفل يبقى عالي. ما تربطش علاقتك بالعطيه، لا انا عايز عينك تتشال، هديلك، مش همنع عنك، هديلك اللي في مشيئتي. وربنا بيكلمك وبيكلمك ولك هديلك اللي في مشيئتي، اعين ليك اللي في مشيئتي، ما تتضايقش. مشيئه الهيه عظيمه تتم في حياتك، وما فيش كائن من كان يقدر يعيق مشيئه ربنا في حياتك. خليك مدرك، استمتع بعلاقتك بربنا وما تركزش على العطيه. انا عارف ان في ناس بتسمعني يا اخويا، عم تصدقني في ناس زعلانه جدا وعندها عتاب على ربنا، وانا مش، احنا مش هننكر ده. انا عارف انك بتطلب طلب بقالك وقت طويل ولغايه دلوقتي، ويمكن حاجه اتاخدت منك وبتعاتب على ازاي حصل ده. ربنا عايز ينقلك لمستوى كبير، اوعى تربط ده بعلاقتك بربنا وعشان خاطر ربنا خد او تزعل لا 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 لا. تاني الرب بيقول لك في الحلقه دي، خطتي في حياتك هتتم، بس عايز علاقتك بيا ما تبقاش بين علاقتك بيا وعلاقتي بيك عطية أو طلبة. لا لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. ونفس النهاردة يزرع الرب ده. طب ده في العهد القديم. عارف في العهد الجديد أخوي عماد، شيء مؤسف جدا أنك تلاقي حتى الرب كده في وقت بطرس راح قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتابع. بص الكلمة اللي جاية في متى 19 عدد 27، متى أو تركنا كل شيء وتابعناك فماذا يكون لنا؟ يعني بص حتى التبعية رابطها بالعطية. قال له لا، انت مش مدرك، انا عايز اخد بايديكم ودخلكم في مستوى اعمق في العلاقة معايا. وراح الرب رد عليه وقال له ليترك ابا اما اخ اخوة اخوات لاجلي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية. أنت نسيت الأبدية. بصلي باسم الرب يسوع، الرب يشيل من قدام عينينا الأمور الأرضية، وصدقني كلها تزاد لكم. عايز أطمنك، يا اللي قاعد حزين، يا اللي قاعد متوجع، يا اللي قاعد عندك لوم على الرب، الرب هيتمم قصده في حياتك. بس قوم من تاني وحط إيدك في إيد الرب، وشيل قصة العطية والحاجة الحلوة اللي بينك وبينه اللي معطلك أن ترتقي وتسمو في أمور روحية الرب عايز يعلنها ليك باسم الرب يسوع. نفسي نصلي يا أخوي عماد، الرب يسقط كل قيود شيطانية. دي قيود شيطانية حطها العدو بينه وبين الرب. الموضوع أعظم وأعمق باسم الرب يسوع. افتح عينينا يا رب عشان نشوف المجد اللي في علاقتنا بيك، وترخص الأمور الأرضية. بيطمنك الرب على كل طلبة، لو بحسب مشيئته الرب هيديها ليك. ما تخافش، بس قول للرب خدني لمستوى أعمق في العلاقة مع شخصك الكريم المبارك. وده رقم واحد، لو أنت عايز تلتصق بالرب شيل دايرة العطايا، وتأكد كل اللي في خيرك هيديهولك، مش هيمنع عنك باسم الرب يسوع. ونفسي واخويا عماد هيرنم لنا ترنيمه دلوقتي. قول للرب رخص الحته دي جوايا، يا رب الحلقه دي تكون بمثابه رخص لكل امور ارضيه.
صدقني ما ليها لازمه ولا ليها قيمه. هتقول لي معقول الموضوع ده ملوش لازمه؟ زائل زائل. عايزك تعمل للطعام الباقي للحياه الابديه، افتح عينينا على الابديه. عشان كده الرب قال لهم يرث الحياه الابديه. هو ليه كمؤمنين، انا اسف ما تزعلوش مني، ليه عينينا اتقفلت على الامور الابديه واتخذنا في الامور الوقتيه؟ باسم الرب يسوع رقص كل ما هو وقتي وخلينا نبص على ما هو ابدي. صلي وانت بتسمع كلمة الترنيمه دي مع اخويا عماد، وبصلي الرب ينقلك وانت بتصرخ للرب الصرخه. قبل ما نرنم يا اخويا بهاء، انت يعني لفتت نظري لحاجه قويه جدا، بس برضو في حتة برضو مهمة جدا. افتكرت موسى لما الكتاب قال عنه حاسبا عار المسيح، فلما حب يلتصق بالرب التصق به لكيانه هو، لحبه فيه هو، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الرب. مرات الالتصاق بالرب يكلفني، مش لأن أنا هاخد، ممكن أضحي عشان ده اللي بنقول عليه يا اخويا عماد، ده اللي بقوله دلوقتي. انا مش عايز اي حاجه ارضيه تبقى بينه وبين الرب. انا لازم التصق بيه. ده انا بقول انه رعوص دي مره، تمام، قالت لا دي مش قصتي، انا بص عليه هو. وموسى التصق بعار المسيح، طبعا حاسبا، وموسى ده حسبها حاسبا عار المسيح، هي حسبه. عشان كده الرب قعدنا النهارده وبصلي الروح القدس يزور كل قلب بحسبه حقيقيه. أمين. وتربح الكفه دي باسم الرب. انا بصلي يسوع. لان الامور دي بتحتاج نعمه من عند الرب، مش اي حد يقدر يلتصق بالرب. يقدر الرب يخلي الرب كل انسان مخلص نفسه يعمل كده. هو محتاج ده، الرب ما عندوش مانع ابدا. لو هو محتاج ده وطلب النعمه من الرب انه انا رب محتاج التصق بيك رغم كل حاجه بتشدني بعيد عنك، يقدر رب يديله نعمه. ترنيمه اللي رنمها بيقول انا ما اقدرش اتحمل حياه وانا مش في رضاه، دي الدنيا وما فيها ما تساوي لحظه معاه، ويا دوب اتوب روحي تحن اليه. امين. انا ما اقدرش اكمل من غير وعده وايده، انا ما اقدرش اغفل في رحله طهري معاك. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، دي الدنيا وما فيها ما تساوي لحظة معاك، دي الدنيا وما فيها ما تساوي لحظة معاك، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك، وأطيب بطيب وأتحرك نواحيك، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك، وأطيب بطيب وأتحرك نواحيك، والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك، والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد، أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد، اسند نعبر بيها وتجيبني وأنا بعيد، اسند نعبر بيها وتجيبني وأنا بعيد، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك، وأطيب بطيب وأتحرك نواحيك، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك، وأطيب بطيب وأتحرك نواحيك، والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك، والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أغفل رحلة طهري معاك، أنا ما أقدرش أغفل رحلة طهري معاك، عيني بمجدك فيها وافتح على ضياء، مجدك فيها وافتح على ضياء، ويا دوب اتوب روحي تحن اليك، واطيب بطيب واتحرك نواحيك، ويا دوب اتوب روحي تحن اليك، واطيب بطيب واتحرك نواحيك، والفرحة تخليني أدوب وتجمع تاني فيك، والفرحة تخليني أدوب وتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أطول في الغربة ولا في دار، أنا ما أقدرش أطول في الغربة ولا في دار، أتغرب
هتغرب وانا فيها عن وجه الانوار، هتغرب وانا فيها عن وجه الانوار، ويا دوب اتوب روحي تحن اليه واطيب بطيب واتحرك نواحيه، ويا دوب اتوب روحي تحن اليه واطيب بطيب واتحرك نواحيه، والفرح تخليني ادوب واتجمع تاني فيه، والفرح تخليني ادوب واتجمع تاني فيه. امين امين امين. يوصلك الرب بفرح، يوصلك الرب بفرح. في قلبي رساله عايز اقولها للناس بتسمعنا دلوقتي، يمكن منتظره زرع بشر والرب طول عليك شويه. الرب في الحلقه دي بيقول لك انا ليا تخطيط وليا توقيت، استغل الوقت ده علاقتك تكبر بيا. ربنا بيقول لك الكلمات دي، صدقيني الوقت ده مش ضايع، صدقيني الوقت ده مش ضايع. في اعلانات روحيه رب عايز يعلنها في علاقته بيك وعلاقتك بيه، استغل الوقت ده وهيفرح قلبك الرب، وهنصلي لاجلك باسم الرب يسوع يزورك الرب، والحلقه دي تكون سبب بركه تشهد عن امانه الرب معاكي، يفتح الرب الارحام المغلقه باسم الرب يسوع ويصنع شفاءات ما يصعبش عليك من ربنا. حتى لو بقالك 16 سنة 18 سنة 5 سنين أيا كان، يقدر. هل يستحيل على الرب شيء؟ وعلى فكرة في هذا الأمر الرب قال هذه الكلمات لسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ يقدر الرب يبهرك بمعجزة يا رب. بس من فضلك، معرفش ما أقول الكلام ده ليه، بس الرب بيقول الكلام ده لناس فعليا صعبان عليهم من ربنا. ربنا بيقول لك أنا حاسبها كويس، بس استفيد بالوقت ده بعلاقتك بيا، نفسه علاقته بيكي وعلاقتك بيه ترتقي بعيد عن الطلبة. بلاش أرتبط بيه عشان خاطر العطية، لكن كمان لو أنت قاعد تسمعني، الخطوبة ما تمتش، الجوازة دي ما تمتش، ومشاعرك يمكن كانت أكبر، وفي جرح عميق وبتسمعنا دلوقتي، أو جرح عميق بتسمعينا دلوقتي، ليه ده ما حصلش؟ ليه الناس كانت بتعمل نزاعات عشان خاطر الموضوع ده ما يتمش؟ صدقني مش كلام بقوله لك، يمكن الوقت ده مش هتختبر اللي بقول لك عليه، ولا هتقدر تسمعني حتى، لكن اسمعني حتى لو مش قادر تدي وشك للشاشة، أو قاعد في وسط الأسرة وباباك او مامتك بيقول لك الكلام ده ليك وانت مش عايز تسمع. ايوه انا مش بقول الكلام ده كده وخلاص، ربنا بيقول لك هتكتشف ان ده كان لخيرك وتخطيط الهي رائع في حياتك، بس من فضلك خلي قلبك يرق تاني. رب بيتكلم، يمكن مؤمن بتسمعني كان ليك علاقه كبيره بالرب وانحنيت اتكسرت لاجل امر ما حصلش، رب يقول لك انا مادد ايدي ليك وعايز اطيب خاطرك وعالج مشاعرك واوصل لقلبك المكسور ونمشي مع بعض الرحله تاني، بس قوم من تاني وخلي علاقتك تكبر بيا وتعالى التصق بي عشان ابقى انا وانت روح واحد. اما رعوص فلصقت بحماتها، رقم واحد مش حاطط حاجه بيني وبين الرب او مستنى عطيه، لا انا هلتصق بي عشانه هو. لكن الامر الثاني، نعمي تقول لرعوص سلفتك رجعت. بص كده معايا عدد 15، هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها. ليكي حق يا رعوص، محدش هيلومك يا بنتي، ارجعي سلفتك رجعت. بصوا يا جماعه، في مؤمن زي رعوص وفي مؤمن زي عرفة. على فكرة الاثنين دخلوا السماء. عرفة مش بتكلم على عرفة ورعوص، بتكلم على أنواع المؤمنين. من حق عرفة تنطلق، بس ما سمعناش كلمة تاني في الوحي المقدس عن عرفة، صفحة واتقفلت. لكن المؤمن الملتصق بالرب صفر كامل، صفر. يتكلم لينا عن حلاوة رعوص. أما رعوص قالت لها بصي سلفتي فوق راسي من فوق، بس أنا مش هعمل زي سلفتي. سلفتي من حقها وأنا من حقي، بس أنا هختار، دي حاجة اختيارية، أنا هختار ألتصق بيكي. بص اسمعيني، أنا ماليش دعوة بحد، ده رقم اتنين. بصوا يا جماعة، نفس الرب يعلمنا مع بعض، مش عايزين نعمل زي أي حد، ده من حقه يعمل كده، وده من حقه، ومش غلط ومش خطية، تمام، حلو جد جميل جدا، بس ده مش معناه انه ان 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 التصاق بالرب اعمل اي حاجه. وده رقم اتنين نفسي اقولها لكل الناس واقولها لنفسي، مش عايزين نعمل زي حد، مش عايزين نقلد حد. انا صعبان عليا الايام دي، وحضراتكم تتفقوا معايا في الكلام ده، حطينا نماذج قدام عينينا وحطينا قامات في مستوى، يعني قامات روحيه في مستوى معين، والقامة دي لو وصلت للمستوى ده ووقعت في حاجب أنا هقع زي ما هي وقعت. أنا مش أحسن من فلان، لا لا،
ده معطلنا كتير. وعشان كده لما بنشوف قامات بتقع، انا اسف اقول كده بس دي حاجات حقيقيه، وعصرات في سكه مش بنعرف نكمل، ونقول ادي فلان، والتالت هتبرر لنفسك انك انت مش احسن من فلان، هو انا احسن من اللي بيوعظ، هو انا احسن من الاخ فلان، هو انا احسن من القسيس فلان. هي مش كده، هي مش كده، ده مش نموذج. مع احترامي للكل، احنا عندنا نموذج يحتذى به، هو شخص الرب يسوع المسيح، ده اللي ما فيهوش غلطه، ده المثال اللي تتغذى عليه. عشان كده بتوصل لحته بتقع، كل ما تشوف نموذج حطيته قدام عينك وقع تنهار. وبخاطب شباب مش قادرين يقتربوا لربنا، ليه؟ شايفين القامه الفلانيه وقعت وانا هبقى زيه، ولا ده اللي بيوعظ بيعمل كده. لا يا حبيبي، لا اخويا، لا يا بابا، لا، انا بصلي باسم المسيح، الرب يمد ايده ليك لو انت متعس. الرب يقول لك بص عليا انا، مش هتعمل زي الناس، وما تاخدش، يعني عايز اقولها من قلبي، ما تاخدش نموذج انساني. كلنا مليانين كلنا في الموازين اللي فوق. بص على الرب، رجع سلفتك، بس انا مش هعمل كده. لما بص على دبورة، على فكره في ايام دبورة، والرجال يتحملوني شويه، في ايام دبورة اخويا عماد كان وضع الرجال متدني. هتقول لي ليه؟ بالراحه هقول لك، يعني دي حاجه كتابيه. لو تفتكروا معايا براق لما بتقول له ان الحارب، قال لها لا، رجلي على رجلك. طب على فكره مجتمع شرقي، يا راجل عيب، يعني ازاي انا حطيت نفسي مكان دبوره وقلت بالطريقه الشرقيه بتاعتنا؟ أيوه. اللي خلى الرجاله كده، هتبقى عليكي واحده ست خلاص اقعدي. لكن دي لا، دي ما عملتش كده. اسال دبوره دايما يا اخويا عماد، حتى لما بنقول الترنيمه بتاعه دبوره اللي هي في خضاع خمسه، دايما نقول دوس يا نفسي بعز، لكن في اول الكلمات في خضاع خمسه عدد سته تحكي بقى، تقول ايه بقى؟ تقول في ايام شمجر ابن عناه، في ايام يعيل ايه اللي حصل؟ قالت استراحت الطرق. طب والحكام؟ قال كل الحكام خذلوا. الله. طب وعابروا السبيل؟ قال سلكوا في مسالك معوجه. طب وانتي؟ قالت لا، حتى قمت انا دبوره اما في اسرائيل. ايه الحلاوه دي؟ مش دعوه حد. انا اسف، اللي يمشي في طريق معوجه يمشي، اللي انا متاسف، اللي يعملوا يعملوه، حتى قمت انا دبوره. رب عايزك اناء مصاغ بحكمه الهيه، ما تبصش على حد، شيل عينك من على الناس. نفس الرب يعمل المعجزه دي معايا ومعاك النهارده في اسم الرب يسوع. طيب اخويا شيكو بيقول لنا تليفونات، فاحنا مضطرين ناخد تليفون قبل ما نسمع ترنيمه. امين امين. طيب الو، اختي فريال من بريطانيا، اهلا وسهلا بيك اختي فريال. المرنم الرب يبارك حياتك. شكرا، الرب يبارك. الرب يسوع له كل المجد، ووعدنا انه يكون معنا الى انقضاء الدهر كما ورد في انجيل متى اصحاح 28 لما قال بفمه الطاهر لتلاميذه فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نشكر هذا الرب العظيم اللي معانا دائما للرب. في كل صغيرة وفي كل كبيرة. لكن إحنا يا أخ بها يبقى الدور علينا، الدور على الإنسان هو. فاختاريت بعض النقاط البسيطة من رسالة يعقوب الإصحاح الرابع اللي يقول بها الوحي الإلهي: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وأبكوا على خطايانا ليتحول ضحكتكم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، وكونوا راسخين بالإيمان. الدور الباقي على المؤمن اللي يتصق بالرب يسوع المسيح. وما أحلى الالتصاق به يا رب، ما أحلى وما أروع هذا الالتصاق بهذا الإله العظيم. نعم. اللي مات من أجلنا وأعطانا الحياة الأبدية، ونحن بعد خطاة أحبنا الرب يسوع وما كان فينا شيء ينحب. نشكر هذا الإله العظيم. أمين. دائما هو معنا، وشكرا والرب يبارك. الرب يبارك يا أختي فريال، شكرا جدا لمداخلتك. عايز أأكد أخ وديع،
هنرجع تاني. في تاني تليفون. الو، ازيك يا اخويا بهاء والمندوب الجميل اللي معاك. اهلا يا اخو وديع. موضوع انا الحبيب الغالي اخويا الزنبه والمندوب العظيم اللي معاك. بص يا حبيبي، اتفضل. الموضوع في منتهى الخطوره، لانك بتتكلم على الاتساخ في الراس. نعم. في وقت فيه كثره الخطيه، صح، وزاد الشر وزاد الانحلال وزاد الضغط على الرب. في تكوين 10-15 الرب انما التصق باباه. نعم. في ملوك الثاني 18-6 والتصق بالرب ولم يحض عنه. في مزمور 63-8 التصق. خطأ. للاسف فقدنا الاتصال. ربي يباركك يا اخ وديع، شكرا. بنت الرب اهلا وسهلا بيك، ارجعي لنا تاني. طيب الو، انا كنت بصلي للرب. ايوه مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي سامعيني يا بنت الرب، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. انا محضرتك، كنت بصلي للرب من اجل موضوع معين في حياتي. كنت بصلي بالعجازة بدمور بصراخ ان ربنا يحجز الامر ده في حياتي. نعم. وللاسف ما اتحججش الامر ده، وانا انحطت فعلا يعني حياتي انحورت ودخلت في حاله اكتئاب شديد. ليه ربنا ما استجابش؟ فين ايدك يا رب في حياتي؟ انا ما اديتش اي استجابه في خلاصي. فانا يعني زعلت مع ربي جدا وقطعت ربنا لمده سنه. انا ما كنتش خلاص حياتي انتهت مع ربنا. ارجعي كلمينا تاني يا بنت الرب يا ريت، يعني كلامك في منتهى الأهمية وده في لب حلقتنا. طيب أسيس سامر أهلا وسهلا بيك. يا خادم الرب، أنا نفسي يعني أعبر عن فرحي بالحلقة الفوق روعة. إيه الجمال ده؟ ربنا يباركك أسيس سامر. سامح أهلا وسهلا بيك. حبيبي اخويا بهاء، منور منور جدا جدا. الله يبارك صديق عمري الاسيس حماد نبيل. الحلقه فوق الجميله. ايه الحلقه؟ ربنا يبارك. الرب يباركك يا اخويا سامر، ربنا يحفظك. انا قاعد بتابع وعنوان الحلقه لما سلبي جدا الالتصاق بالرب. يعني حتى عنوان الحلقه بالروح جدا. كنت عمال احكي مع حد النهارده يعني بيني ما بينه عن الموضوع ده، وفتحت يعني قناه الكرمه اللي حضراتكم منورين وبتتكلموا باستفاضه عن الالتصاق بالرب. مجدا للرب. انا نفسي اقول جمله يا اخويا بهاء. اتفضل. يعني صدقني عايز اقول جمله من قلبي. اتفضل. وعايز نفسي كل العالم يسمعها. نفسي اقول لكل واحد ابعد عني يبعدك عني. انا عايش بالجمله دي بقالي فتره، وهي انه ابعد عن اي شيء يبعدك عني. حلوه دي. طب وضح لنا يا اسيس سامر، وضح لنا يعني ايه ابعد عن اللي يبعدك عنه؟ عايز تقول ايه؟ ابعد عن اللي يبعدك عنه. ايوه، بقول ان العالم وابليس نجح اليومين دول يا خادم الرب. أيوة. انه يعرض حاجات مطابقه زي ما حضرتك قلت. صح. دي تنفع مطلع يعني ترنيمه يا سامر. بدل الترنيمه يعرض اغنيه. صحيح. يعرض بدل ايه، يعرض مثل شعبي. نعم. يعرض بدل قصه حياتيه من الكتاب المقدس، يعرض قصه مليانه بالازمه وامور صعبه جدا عالميه جدا، يخليك يقنعك بالمنطق يا اخي انه فين وجود الرب. صح. تستاهل اصلا انك تلتصق بيه. ولو الرب موجود اصلا في حياتك، ليه حصلت عندك الازمه دي؟ ومش معنى انت بالذات، اشمعنى انت يحصل عندك ده؟ فبينجح ده بالمنطق، وبيحاربنا بالمنطق بالفعل. فعلا فعلا. يقول لك فينك منه؟ هو فينه منك انت؟ هو فينه منك انت؟ يعني انت تلتصق بواحد عمال تصلي له بقالك فتره، لا بيسمع ولا بيستجيب. لا لا لا، انا نفسي اعكس الصوره عند اخواتنا اللي بيسمعوك دلوقتي، انه باي شيء يبعدك عن تبعد عنه. يعني اليومين دول يعني يا خساره شديده على يعني حد لسه مش عارف بعد الاضطرابات والزلازل والدنيا واللي بيحصل حواليك بعيد عن الرب. يعني بعد كل الامور دي لسه في ناس مش عارفه تصدق انه موجود وانه بيسمع وانه ايضا يستجيب. فلسه اقول جمله مره كده، ابعد عن اللي بالك عنه، لان ابليس بيعرض بضاعته بشكل غير عادي اليومين دول. امين. ناجح جاوب انه يعرف كل اللي عنده علشان يبعد ولاده عنه، علشان يقول انه مش موجود اصلا. فموضوع الالتصاق بالرب ده مكسب ثم مكسب ثم مكسب للشخص بيلتصق بالرب. يعني انا كنت زمان فاكر ان العيشه مع الرب دي، انا اعرف الرب
دي عيشة متكتفة كده ولازم تكسر الزرار للآخر وعيشة كده يعني خنيئة جدا. لا 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 أنا نفسي أقول بصوت عالي قدام العالم كله إنه ما أحلى العيشة مع الرب، ما أحلى الاتصال فعلا لحد الرب. أنا نفسي أقول بصوت عالي جدا صحيح اللي يستاهل اللي أنتصف بيه واللي يستاهل أديله عمري أمين هو رب نفسه. أمين صدقني. أمين أسيس سامر، شكرا جدا لهذه المداخلة المباركة، ربنا يبارك. طيب بنت الرب رجعت تاني لينا، أهلا وسهلا بك يا بنت الرب، أنت على الهوا. أيوة مع حضرتك. اتفضل. معلش الخط فصل ولا كلمني. ولا يهمك إحنا سامعينك، اتفضل. أنا بس اتصلت يعني صعب عليا جدا من الرب، لأن أنا ما بستجيبش كده. يعني حاولت إن أنا أرجع تاني ويعني أقوم من تاني وأصلي من تاني وأرجع، بس أنا دلوقتي نفسي أعرف يعني إيه جذب ربنا في حياتي، يعني إيه مشيته في حياتي، من خلال كده أقدر أسلك القضية دي، يعني أقدر أفهم يعني تمام. يا ربي أنت إيه ربك في حياتي، إيه مشيتك، نفسي أفهم، نفسي أعرف، يعني أنا محتاجة بس مشورة كده ومعرفة، نفسي يعني ربنا كده يكلمني. هو يعني ما يكتبش طبعا حاجة، ويعني هو يقدر يكلمني ويقدر يمسني ويقدر يوريني طريقة رسمك فيه. أنا محتاجة بس محتاجة أفهم مشيت ربنا في حياتي إيه. صدقيني يا بنت الرب انا فرحان جدا بمداخلتك بجد، يعني يعني فعليا مداخلتك في منتهى الروعه، لان ده موضوع حلقتنا والرب مجهز الموضوع ده ليه. يمكن لو لاحظت في بدايه الكلام كنت بقول انه لو انا عايز اعرف اخذ القرار ده اعمل كده منع عليه، انا محتاج الموضوع ده، انا محتاج التصق برب. فكملي معانا بقى الحلقه، ودي اول حاجه الرب بيقول لك عليها، عايزك تبني علاقتك بيا من غير العطيه، حبيني لاجلي، ده الرب اللي بيقول علاقتك تبقى بيا انا مش عشان خاطر اديتك. يعني حضرتك ذكرت قلتي انقطعت سنه، انا متذكر انقطعت سنه مش بصلي، انا مش بضايقك او انا عارف مشاعرك مجروحه، لكن ربنا عايز يدربني انه حتى لو منع انا مش هوقف صلاه، مش هوقف قاعده قدام الكتاب. ربنا ما يزعلش منه، ربنا الرب ما يتزعلش، ما ينفعش ما ينفعش. وده الليفل اللي الرب عايز يطلعني بيه، مستوى جديد، مستوى عالي جدا. لكن طالما هقول لك حاجه واحده من يعني حاجه سطحيه، ما اعرفش طبعا تداعيات، لان كل موضوع ليه ابعاد، لكن طالما الرب لو انت مخلصه جدا وبتقول للرب انا عايزه مشيئتك في حياتي، اسمعيني الرب اتعامل مع الصلوه دي بكل جديه. فالرب اذا كان منع الموضوع ده وما تمش، اعرفي ان ده مش في مشيئه الرب. ولو في مشيئه الرب ممكن الرب يفتح الموضوع تاني والرب يتمم الموضوع بشكل مبهر، بس انا هفضل احب الرب. فتح الموضوع ما تفتحش الموضوع مش هعلق نفسي، خلاص اذا كان الرب سمح بكده امين. لكن كملي معانا باقي الحلقه وهتعرفي ازاي ربنا مشيئته الخاصه في حالك. ان ما اقدرش انا اقول لك، انا ما اقدرش اقول لك مشيئه ربنا في حياتك ايه، ما اقدرش. انت المفروض تعمليها من خلال ربنا يكلمني، نفسي افهم. ربنا يكلمني، يعني نفسي يكون في صوت واضح، يعني صوت واضح كده ربنا. طيب بص يا بنت الرب، تابعي معانا الحلقه دي ودي فيها علاج، دي اول خطوه، اول خطوه في ثلاث خطوات، خطوتين ثلاثه تاني اسمعيهم كده بتأني وصلي بيهم، وانا مصدق لو خدتهم بجد الرب هيتمم ده ويكلمك بطريقه واضحه، لان الرب عايز يتكلم. طيب اخت نهال انجلترا. اخت نهال اهلا وسهلا بيكي. سلام ونعم يا اخ بهاء. سلام ونعم يا اخت نهال، وبالاخ المرنم الجميل عماد، وعايز اتفق مع حضرتك على جمله قلتها في البدايه، وهي ان الحياه بدون يسوع لا تسوى اي شيء. نعم. وانا بالامانه بشهد قدام الالاف بل الملايين من المشاهدين اني ما اقدرش اتخيل حياتي اساسا من غير يسوع. فعلا. وما احلى الترنيمه الاولانيه اخ عماد اللي بتقولها. أيوة. وانت بتقول وانت معايا، مش انا معاك. نعم. لا، معيتي مع الرب مش ثابته، ويمكن بسبب الظروف القاسيه اللي الواحد بيمر بيها بنشوف ناس معيتهم بتتذبذب وبيبقى زي الزجزاج تاني. أيوة. نازل، لكن معيه الرب لينا ثابته. نعم. ايوه ثابته، عمره ما بيتركنا. نعم. لانه قال بصمه الطاهر ها انا معكم كل الايام. أيوة. الى انقضاء الدهر. وكل الايام بقى معناها الايام الحلوه والايام الوحشه، ما هياش محتاجه اي تفسير لاهوتي يعني. عشان كده قال المرنم في سفر الخروج أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب. صح. الذين على وجه الأرض. عايز أقول وبملء الفم، حضوره في حياتنا ومسكة إيدينا من بداية الرحلة لنهايتها هو اللي بيغير المشهد كله. نعم. زي ما كانت التجربة
ترنيمه بتقول دموعي الحزينه هو مساحه صحيح فيه. صحيح هو اللي هيداوي جراحي لان العالم يا اخ بقى موصوف انه وضع بالشرير وكله تعب وبليه. صح. عشان كده غرضنا من البرنامج النهارده انه في ناس جديده تنادي على الله يا رب على الاله الحقيقي يا رب تخرج من كل طقوس ومن كل شعارات ومن كل كلمات محبه بالفم واللسان فقط لكن يكون في علاقه حيه. نعم. حقيقيه حميمه على العريس مع عروسته. ساعتها بقى هنفهم اني ما تعلقش بالعطيه. نعم. جات ما جاتش مش مهم انا تعلقي هتكون بالعاطي نفسه. فبصلي من كل قلبي كلمات الترنيمه الجميله اللي بتقول افتح يا رب عيون شعبك يا رب يسوع انت يا رب يسوع ويرجع لك. صدقوني ده مش كلام من وسع ولا هو مجرد وعظ على منابر لكن اللي دخل في عشرة حقيقية هيقدر يفهم اللي احنا بنقوله. صح فعلا. بشكر الرب من اجلك يا اخ بهاء ومن اجل الشحنة الروحية الرائعة ان احنا نرتفق ونلزق بالرب ونعمل فعلا زي عروس النشيد امسكت به ولم ارخيه. بجد بجد محتاجين نثبت انظارنا على الرب يسوع وحده. نعم. ونشيل عيوننا من على اي نموذج انساني. أيوة. منعا للوقوع في العثرات. صح. عشان كده هختم كلامي بكلمه خاصه لخدام الكنيسه وشعبها وانا اولهم. من فضلكم نبص على الرب فقط. أيوة. ناظرين الى رئيس الايمان هو بس ومكمله الرب يسوع لكل المجد. واوعوا تنسوا ان كل اللي بيبصوا له جميعا الذين نظروا اليه استناروا ووجوههم لم تغلق. نعم. يعني لو اي مشاهد ساب كنيسته ويمكن ساب خدمته بسبب انه تعثر من فضلك بعد البرنامج ده تعالى يا رب. شكرا جدا يا اخت نهال على هذه المداخله المباركه الغنيه فعلا اللي فيها دعوه لكل متعسر في اسم الرب يسوع لكل من هو تعسر من قائد من خادم من نموذج قوم من تاني وحط ايدك في الرب مرة تاني وما تحطش عينك غير على المسيح. هو ده اللي ما فيهوش غلطة. هو ده اللي ما غلطش في حقك. هو ده اللي ما شفتوش في وضع مش حلو. هو لا هو ده اللي حقيقي جدا. فانا بصلي الرب يمد ايده ليك النهارده. أمين. وتقوم مره تاني. امين. الترنيمه يا اخويا عماد هرن بس كميه المداخلات يا اخويا بهاء يعني كان فيها نص واحد انه الناس محتاجه تسمع صوت الرب. طبعا. الناس محتاجه تشوف الرب. الناس محتاجه تتعرف على الرب. فانا بثق انه الايام دي في اسم الرب يسوع ان الرب يقدم قوه ونعمه غير عاديه لكل شخص. ياللي بترفع عبدك بيه يا رب. امين. مليانه احسان. امين. ايوه دي الايد اللي مش ممكن تسيبني ابدا. دي الايد اللي مش ممكن تفرط فيا ابدا. دي الايد اللي تفضل معايا ابدا. هو الاعظم مهما تكون احداث كلمته ثابته فوق. أمين. كل الناس. امين. خطواته تحمي من الشيطان. انا جاي لك وانا بطرح نفسي سنيد التعبان. ياللي بترفع عبدك بيدك المليان احسان. ياللي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. انا جاي لك وانا بطرح نفسي يا سنيد التعبان. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك يا غني في النعمة. ده مفيش تاني مثيلة يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة يا غني في النعمة. ده مفيش تاني مثيلة. انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث كلمتك انت السبتة الباقية قدام كل الناس. واللي هيحصل بكرة وبعد مشيتك فوق الراس. انت العظم وانت الاكبر مهما تكون احداث كلمتك انت السبتة الباقية قدام كل الناس. واللي هيحصل بكرة وبعد هللويا. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك يا غني في النعمة. ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك يا غني في النعمة. ده ما
مفيش تاني مسينا اللي فضلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه برقى وحتى تنوق صوت في نفسك هتعدي وهتصنع في حياته عجاي بإيدك بتعلي اللي فضلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه برقى وحتى تنوق صوت في نفسك وهتصنع في حياته عجاي بإيدك بتعلي يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة أغني في النعمة ده مفيش تاني مثيلة يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة أغني في النعمة ده مفيش تاني مثيلة مبارك اسمه إلى الأبد هللويا مفيش تاني مثيلة مبارك اسمه يعني كنت عايز أقول في الحتة دي قبل ما طيب أخويا شيكو بيقول لنا في تليفونات فإحنا ناخد التليفونات أمين طبعا أمين هنرجع تاني أحباء مشاهدين طيب ناخد تليفون معانا ألو مينا أخويا مينا أهلا وسهلا بيك أهلا مساء الخير حضرتك الجسيس أهلا بيك أخويا مينا أهلا بحضرتك أهلا بيك فضل أنا مبسوط أني بكلمك وبتواصل معك النهاردة وأتمنى أن حضرتك تصلي لي تاني عشان المسيح يلمسني وأرجع أتجابل معاه تاني وأرجع أجرب منه تاني يا رب مينا أمين. فكرني بيك يا مينا مينا مين؟ أنا من البيضية أهلا بيك يا أخويا مينا أمين يا أخويا مينا حاضر أمين فكرتني أنت قابلت الرب في النهضة اللي فاتت الله يخليك بص يا أخويا مينا أتمنى أن أنت تذكرني بص الرب القرار اللي انت خدته ربنا مش بيرجع فيه حتى لو سقطت فيما بعد قوم تاني والرب فاتح حضنه ليك وقول للرب بتحدي عايز قوتك وعايز نعمتك وانا هصلي لاجلك الرب يخد خطواتك يا رب ويحط ايده عليك باسم الرب نفسي اصلي لك اخويا مينا دلوقتي نرفع ايدينا اخويا عماد يا رب يا رب يسوع اخويا مينا حط ايدك عليه بالبركه القرار اللي خده باسم المسيح الشيطان ما يجيش ناحيته لكن باسم الرب يسوع المسيح خد بايده يا رب خد بايده رحلتك رحلتك رحله عظيمه معاك الايام اللي جايه اخويا مينا انت انتشلت يا رب انا اثق ان في هذه الحلقه تسترد أمين. كل مسلوب في حياته باسم الرب يسوع غطيه بالدم الكريم ابطل كل مشوره شيطانيه على حياته ربي. باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع امين يا اخويا امين اشجعك اقرا كتابك المقدس خد اوقات تصلي قدام الرب واوعدك اصلي لاجلك الرب يكمل معاك في اسم المسيح اخ عماد اهلا بحضرتك اخ عماد اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بيكم والاخ عماد وربنا يمتعنا بالبركات اللي بنحصل يباركك الرب اخويا عماد الدم الغالي عايزين نفتخر في هذه الايام ايام اخيره بنعيشها ربنا بيتكلم باصوات عاليه نعم. لازم نعيش في قداسه القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب نعم بكل ما نضعف نسقط ندوب نفتخر في كل هذه الفتره اللي قاعدين تستخف عقول نزيد ونقول له قوينا مش هنسيبك من اول ما خدنا قرار التوبه والرجوع نمسك طريق ربنا عينينا عليه اهم حاجه اول ما نضعف نزيد هو اللي ينقذنا ويشفعنا امين فينا ويسيب لك قصه جميله وعد بها الخراف يعطيها حتى بيا ولن تهتك الى الابد ولا يصيب احد بيدي احنا اولاد الملك خلينا كتب في فكر الحال الاول الذي نادي لان عندنا ايمان بعمل الصليب اللي هو وعد وان يخطب الي لا اخرجه خارجه مش هذا العمل مش هذا العمل في حياتنا ونجيب مع الكتاب امنت بذلك تكلم امين ربنا يباركك اخويا عماد شكرا لمداخلتك شكرا كتر خيرك طيب احنا قلنا لو عايز تلتصق بالرب مش هنربط علاقتنا بالعطيه او مش هيبقى في بين وبين الرب العطيه لكن الحاجه الثانيه مش هاخد نموذج انساني لكن النموذج هو شخص الرب يسوع المسيح ولو هقول مرتين لو انت اتعثرت ولقيت حد سقط سقطه عظيمه يمكن بتسمعني وشفت قائد كبير عمل حاجه مش حلوه ومن غير ما حد يشوفه بس انت لمحته ووقفت وتعثرت لا قوم من تاني بص على الرب يسوع وما تحطش قدام حد يعني فلان عايز اقول حاجه في الحته دي مش معنى ان القائد الفلاني بيلف ودور يبقى انت تلف وتدور لا مش معنى ان هو بيكذب يبقى انت تكذب لا ده اللي تعبنا وده اللي وجعنا ده اللي مأخرنا ده مخليك مش عارف تلتصق بالرب دي خطيه حتى لو انت شايفه في حاجه يعني مفيش بعد كده تاني بس طالما قريب من الخطيه لا ما ده مش عايز
اسمع يا اخي كلامه، عايز اقول لك اسمع الكلام اللي هو بيكلمك من كلمه الله، لكن لا اعماله لا تتبع. نفسي النهارده تبص على الكامل شخص الرب يسوع المسيح وتقوم من تاني وبصلي باسم الرب يسوع. لو وصل لك الايمان بطريقه خاطئه، قبلت الرب وما زال كذاب وحلاف وشتام، انا اسف جدا، ولفف ودور، قوم من تاني، حط نفسك بين ايدين المسيح وقول له يا رب عايز اتعلم الايمان الحقيقي من كلمتك. اقعد قدام، اقرا الكتاب، شوف الرب كان بيتعامل ازاي، اتغذى على المسيح، اتغذى على ردوده، شوف كان بيتعامل ازاي مع الكتبه والفريسيين لما كان بيتحط كده في سؤال يعني حبي زنه، شوف الابداع، اتغذى على المسيح، وده النموذج الحلو بتاعه. طيب رقم ثلاثة بقى، قالت لها ايه؟ قالت لها كلمه في منتهى العظمه، دي العروس قالت لنعمي: لا تلحي علي ان اتركك. وكلمة إلحاح، حضرتك وحضرتك عارف يعني إيه كلمة إلحاح؟ دايما الإلحاح آخرته نتيجة، يعني لما حد يفضل بنقولها كده بالبلدي يزن، ولما يزن يقول لك أنا زهقت منه فعملت له اللي هو عايزه، دي نتيجة إيه؟ الإلحاح. لازم تدرك حتى اللي قبل نعمة الله جديد، والأخوية مينا اللي كان لسه بتصل من شوية، طبيعي الشيطان هيلح عليك، طبيعي الشيطان هيلح عليك وهيعرض عروض عليك وهيعرض خطايا عليك، ويمكن في نقطة ضعف في حياتك بيلح عليك العدو فيها بتسقط. بس نفس النهاردة لا نستجيب للإلحاح. بص يا جماعة، الرب يسوع ودمه يطهر من كل خطية، صح، والغفران وباب الغفران مفتوح ليك، حتى يعني لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم، الرب هيقبلك. بس في أزمة مرعبة أنت مش واخد بالك منها، في خطة الله لحياتك بتعطل. يمكن أختي اللي كانت بتكلمني من شوية بتقول عايزة مشيئة ربنا، أحيانا تعطل مشيئة الله في حياتي، بتكلم للكل، بسبب استجابة الإلحاح الخطية. يعني إبليس يفضل يلح عليا بخطية معينة أقع فيها، الرب هيغفر، بس لغاية إمتى مش واخد قرار. يعني لو أنت في حياتك زلة وتقول إبليس مسكني في الحتة دي، بيلح عليا في الحتة دي، أنا معاك إن الرب قبلك، ويمكن دي أنت زلة، بس نفس النهاردة نقفل البوابة دي ولا تستجيب لغاية إمتى. أنا عارف وسمعتها من شباب ومن ناس كبيرة وصغيرة، يقولك بعد ما بعمل الخطية دي وأقول للشيطان آه وأستجيب للإلحاح ببقى كاره روحي، ببقى عايز أضرب نفسي 100 ألم. طب اوكي، وبعدين نفس النهارده لا نستجيب للإلحاح. هتقول لي ايه الطريقه؟ ما تكلمنيش كلام كده وخلاص، هقول لك طريقه عظيمه جدا. بص، انت محتاج قوه الهيه، يعني اللي يخليك تقول للإلحاح او نقطه الضعف اللي في حياتك لا. وانا بقول لك على علاج من الاخر، مش مجرد كلام واختبرناه واختبرته انا شخصيا، عشان كده بقول لك عليه. العلاج اللي يخليك لا تستجيب للإلحاح وتقف قدام الخطيه بعينها اللي ابليس زلك فيها وبيلح عليك وتسقط فيها وبتستجيب للإلحاح، تقف قدام الخطية وقدام الشيطان كأسد، هي قوة عظيمة جدا أنت محتاجها. تقولي قوة إيه؟ قولها لي، هقولها لك. في كورنثوس الأولى 1:18 آية أنا بعشق الآية دي، صدقني من قوتها بعشقها وليل نهار بقولها. ليه؟ فيها قوة. إيه هي بقى؟ بيقول كده الكتاب: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. قوة الله. قول للرب مفيش حل غير انك تعمل المعجزة دي معايا، صليبك يترسم قدام عيني ال 24 ساعة يا رب. اوعى تصدق ان حد يقدر يقول للخطية لا الا من خلال صليب رب يسوع المسيح. ما تستناش، بص ما تحاولش، عشان كده اتفق مع الرب، قول للرب. انا قلتها للرب زمان، قلت له لما تيجي الخطية وعروض الخطية والحاح الخطية هات لي الصليب، هات لي شوف جروحك، اشوف اكليل الشوك، اشوف المسامير، اشوف اتألمت قد ايه لاجلي. صدقني لو اترسم المسيح قدام عينك تلقائي الخطيه تقع، تلقائي تقول الخطيه لا. ليه؟ لازم تدرك ان قصد الرب بيتاخر في حياتك، في مشيئه الهيه مش بتتم. اتجسر واقول اه مش بتتم، ليه؟ لانك واقع، لانك مش في الحته الصح. رب اه تقول لي طب ما انا عندي زلق، ماشي، بس الرب مجهز لك امر عظيم مش هينفع تاخده الا وانت متعافي. ازاي؟ من خلال الصليب. مش هتفضل طول العمر مستعبد لسجاره ولا نجاسه ولا زله ولا مش عايز اسمي خطايا، لكن الحلقه دي باسم الرب يسوع قوه صليب المسيح توصل ليك. ما تبقاش مستعبد النهارده وانت بتسمعني، ما تبقاش بتسمع وساكت، قول للرب عايز اختبر القوه دي. وانا بقول لك تدريب عملي، قول للرب اول ما تلح عليا الخطيه الفلانيه هات لي صليبك يا رب،
هات لي جراحك يا رب. تلقائي هتلاقي الخطيه وقعت لقوه الصليب. دي حاجه حقيقيه، مش بقول مش ببيع لك وهم، انا بقول لك اختبرته، ومؤمنين كتير اختبروا الكلام ده. فقوه الصليب مفيش حل تاني ابدا. ليه؟ لان ياما ابليس، وانا بقول لك صدقني، ناس بدات بدايه قويه جدا ومؤمنين حلوين جدا، بس تعال شوف نهايتهم. والرب كان وعدهم بوعود عظيمه، للاسف الشديد لم تتم هذه المواعيد. مش عشان خاطر حاجه، الرب ما رجعش، الرب مع الغد الوقت قائم، ميعاده قائم، بس حضرتك مش في المكان الصح. يعني لما تقرا يعني انجاز لي التعبير، لما مرات منوح ام شمشون كانت عاقر، لكن ملاك الرب يقول لها هتجيبي ولد، وفضل يقول لها لدرجه لما قالت لمنوح قال لها لو جالك تاني قولي له عشان خاطر عايزين نعرف ايه، ادينا الكتالوج بتاع المولود ده. قال له يخلص الشعب من يد الفلسطينيين وكذا، وقال لهم خلي بالكم ده لا خمر ولا مسكر، وبدا يديهم خريطه الطريق. الولد ده مهم جدا، ده نذير الله، ده ما يتعاملش اي تعامل، خلي بالكم. تقرا تستمتع، ايه ده؟ اصل في حاجه مختلفه، اصل ده نذير الله. لكن تعال بص على الاهتمام الالهي بولادته والطريقه اللي الرب بيكلم بيها اهله، وتعال بص على النهايه المؤسفه. عينيه اتقلعت. هتقول لي راح السماء، راح السماء وذكر في سحابه الشهود، مش هقول لك لا، انا بقولها لك اهو. بس فين؟ فين القصد الالهي العظيم؟ فين القصد العظيم باسم الرب يسوع؟ لا تستهين بالخطية ولا تستجيب لإلحاحها، لكن تاخد قوة الصليب النهاردة تسقط الخطية. في قضاة 16:16 عارف الكتاب بيقول إيه؟ على شمشون، ولما ده الاختبار بتاعه بقى، ولما كانت تضايقه بكلامها، اسمع، وألحت عليه كل يوم، إيه اللي حصل؟ ضاقت نفسه إلى الموت، كشف لها سر قلبه. إبليس بيستفزك بيستفزك، لكن النهاردة وقف قدام العدو بقوة الصليب وقول لا، قول لا. اوعى تفتكر انك هتكمل طول عمرك كده، لا اخويا الشاب، اختي، ربنا بيقولها لك مش في مشيئة انك تعيش طول العمر مزلولة. انا ما متش على الصليب لاجلك عشان تبقى مكسور من خطية بعينها، لكن الرب يدي لك نصرة. يا سلام على فرحة النصرة اللي تاخدها من الرب. انا مصدق النهاردة الرب يدي لك نصرة حقيقية وتقول مش هستجيب للإلحاح. وانت قاعد في مكان خلي عندك التحدي بقدرتك، مش هتبقى على فكرة. المسيح عارف، عارف ايه؟ عارف انك مش قادر. عارف. يوحنا 15 قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. بصلي باسم الرب يسوع، له عايز قدرتك وتختبر هذه القدره العظيمه والقوه العظيمه. اخويا عماد، طيب قبل ما ناخد ترنيمه معلش ناخد تليفون. الو الو، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. الو اخت رحيل، اهلا وسهلا بيك. اهلا بك يا اخت رحيل. رحيل دي مراتي. وقت الحلقه وقت مطلق باسم رب يسوع، اتحد معاك اخ ايهاب. ايوه اخت عماد، اتحد معاكم في الوقت ده. ان الوقت ده يكون فارق في كل حد قاعد بيشوفكم ويتفرج عليكم. يا رب عايزه من خلالكم بس اقول للناس اللي قاعده بتسمع. طبعا الاخت رحيل مرات الغالي اخويا عماد نبيل. أيوة. ربي يباركك، ربي يباركك. اهلا بيك، اتفضل. عايزه اقول لكل حد قاعد بيسمع، يسوع حلو قوي، مفيش احلى منه. نعم. خسران خسران اني مش ماشي مع يسوع. صح. خسران. ايوه. تعبان. اسمع اسمع النهارده الكلام اللي بيقول لك قول. خطأ. خساره يا اخت رحيل، ارجعي لنا تاني. يعني كلامك جميل، ربنا يباركك. بتباركيني بالغالي اخويا عماد، ربنا يحفظ اسره جميله رائعه، رب يحميكم ويحفظكم يا رب. طيب الو اخت منال، اهلا بيكي. اهلا بك يا شبهاء، عامل ايه؟ اهلا بيكي يا اخت منال. اهلا خساره فقدنا الاتصال، ارجعي لنا تاني يا قديسه. طيب معنا تليفونات. طيب اوكي، ناخد ترنيمه يا اخويا عماد. امين. ونرجع تاني مع بعض. نفسي اقول لكل حد مش قادر يقوم، عايز اقول له يا محبوب ما تخافش. ايوه. يا محبوبه لا ابطل عز الموت. نعم. عشان انت ترفع راسك. انفض خوف الاعادي. يا رب. وارفع رايه الغالبين. باسم يسوع. باسم الرب يسوع المسيح. انت ليك انتصار غير عادي. يا محبوب ما تخافش. ما تخاف شيء، يا محبوبه لا تخافي. هللويا هللويا.
محبوب ما تخافش يا محبوبة لا تخافي ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين يا محبوب ما تخافش يا محبوب الحي القوي علي صوتك والآمين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب لا تخافي ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين افرح بالحي كسر شوكتك لي والهوية تحت القدمين افرح بالحي الأبدي قل للموت مفتاح فين غلبك وكسر شوكتك لي والهوية تحت القدمين يا محبوب ما شم الموت مرعوبين بالمتآبد القوي حرر كل المقصورين عشنا عبيد للخطيئة على شم الموت مرعوبين بالمتآبد القوي حرر كل ستر العالي وانشدوا يا المتكلين ماذا يصنع انسان بيا هو الملجأ والمعين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب لا تخاف محبوس اليوم في يدي لا سعى
سلطان لك على البنين ونعي يا راكي العاتي كله بسلاح القافي محبوس اليوم في يدي لا سلطان لك على البنين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب هللويا هللويا. طيب ناخد تليفون معانا. الو 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 مساء الخير يا ابونا. اهلا اختي منال ازيك؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا صباح الخير، عامل ايه؟ بخير اشكر رب، اتفضل. الله يخليك، هو برنامج رائع فعلا وانا لما احب اتابعه دايما ومستناه. ربنا يبارك وربنا يبارك في المنه قصار. طيب الو 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 اخ روماني. ايوه يا فندم، اتفضل يا اخ روماني، انت معانا على الهواء، اتفضل. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا اخ روماني، معاك ايضا، اتفضل. عايزين يعني ازاي نتعمق في الاشياء مع المسيح، وازاي نتعلم الصلاه بقوه وبنان ومحبه. وقلب الصلاه اهل البيت، طلب الصلاة لأجل إيه؟ محبة وسلام، لأجل السلام والمحبة. أمين أمين يا أخويا أرماني، والصلاة والعمق العشرة مع المسيح. صدقني يا أخويا أرماني دي طلبة غالية جدا، ولو أنت متابع الحلقة من بدايتها أشجعك يعني كمل معانا الجزء اللي جاي وقول للرب الطلبة دي، يعني دي طلبة غالية على قلب الرب لأنها في مشيئة الرب. عايز أتعمق في العلاقة معاك. أمين. وانصحك اقعد قدام الكتاب كتير وصلي كتير واقرا الكتاب المقدس، دي حاجه يعني اساسيه. لكن كمل معانا الحلقه، احنا بنتكلم عن الالتصاق بالرب وده نوع راقي في العلاقه مع المسيح، وكنا بنقول كام حاجه. لو انت تابعت الحلقه من الاول كمل معانا الجزء اللي جاي، لكن هنصلي لاجلك الرب يخدي لك عمق في العلاقه معاه. الو اخ حكيم، اهلا وسهلا بيك. الو الو، اهلا وسهلا اخ حكيم. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا رجل الله، اتفضل يا حكيم. انت وابني الغالي عماد اللي مع حضرتك. اهلا بيك يا عمو حكيم، اهلا وسهلا بحضرتك. يا عمو حكيم اتفضل. اهلا يا حبيبي الغالي، اهلا بيك، اتفضل يا رجل. اول نقطه اللي انت اصبتها في الاول، ان الواحد ماشي مع الرب مش عشان في العطايا الزمنيه، لكن ماشي معاه هو عشان هو. نعم. هو اللي يستاهل. نعم. يعني كده مكتوب عن الرب ان هو عطيه الله. صح. التي لا يعبر عنها. تخيل كده، الله بعظمته وبجبروته ادى عطيه. اي عطيه زمنيه تتحط جنبيه؟ لكن الرب مش هيمنحنا طبعا، مش هيحرمنا من العطايا الزمنيه. كي. لانه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكلام. نعم. لكن في نماذج بينطبق عليها ما قلت، انه ماشي مع الرب مش عشان العطايا الزمنيه. صحيح. شوف الراجل اليشع العظيم لما البنت اللي في الشابية شافت نعمان أبرز، فقالت ليت سيدي أمام النبي الذي في السماء. أيوة. لكان يشفي من برسه. يا رب راح إلى نهاية القصة، يعني مش هندخل فيها. الراجل واخد معاه مش عارف تقريبا 10 وزنات من الفضة وستة آلاف شاقل من الذهب، حلوة وكل الثياب. وبعد ما شفاه من برسه قال له اتفضل. قال له لا لا لا، يا سلام على الكتاب لما يقول فألح عليه. أيوة. فأبى. أدي مؤمن ماشي مع الرب مش عشان عطايا زمنية. صحيح. لكن عشان عطية الحياة الأبدية. يا سلام. لكن تعالى شوف على النقيض، الواد دي حظي راح ألف الواد المختاري ده قصة كده، ما تفهمش يا أخي ألفها إزاي. أيوة. على نعمان ده تيجي جنبي، قال له خد 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 واقبل. صحيح. وخد العطايا، لكن كانت النتيجة إيه؟ اللي برس نعمان لحظه وبنفسه الى الابد. صحيح. يا ريت فعلا نمشي مع الرب يا رب عشان عطيه الحياه الابديه يا رب، عشان شخصه كعطيه الله. امين. وهو برضه مش هيمنع علينا العطايا الزمنيه. نعم نعم. يباركنا، بس تكون عينينا عليه هو مش على. امين الحطيق. امين. شكرا يباركك الرب. شكرا يا عمو حكيم، ربنا يباركك. شكرا لمداخلتك. طيب حبايب المشاهدين، عشان خاطر نكون بنوصل كل الرسالة لحضراتكم، قلت رقم واحد
يعني الالتصاق بالرب رقم واحد انه ما يبقاش فيه العطية بينه وبين الرب. لكن الحاجة التانية مش هعمل زي الناس. الحاجة التالتة لا استجيب للإلحاح وكمل في دي، لاني يقول كده الكتاب لما رأت انها مشددة على عدم الذهاب معها كفت عن الكلام اليها. وفي وقت الرب بيقول للشيطان اخرس من حياتك وتكمل تعيش مع الرب من خلال عمل صليب ربنا يسوع المسيح. لكن النقطة الرابعة قالت لها كلام رائع جدا ودايما بنردله كمؤمنين، ودايما الآية دي لما تيجي نقوله حيثما ذهبتي أذهبه، ده رعوز بتقول لنعمي، حيثما ذهبتي أذهبه، حيثما بيتي أبيته، حيثما متي أموت وهناك أندفن. لا يفصل بين إن يعني حتى لو متنا في نفس المكان هندفن معاك. ايه ده؟ ده اسمه اصرار. ركز معايا، الالتصاق ده محتاج اصرار، محتاج ناس متشبثه، مش اي موقف بقى يجي يضايقنا راح. لا لا، انا مع يعني من سيفصلنا، ركز، عن محبة المسيح. اقرأ في رومية 8 موضوع لا خليقة أخرى وفيش أي حاجة، لا عري ولا مجاعة ولا حاجة دولار رفع ولا الكلام ده كله، ده مش تبعنا. احنا هنلتصق بالرب، مش مفيش أي حتى ولا وصل الموضوع يقول ولا خليقة أخرى، ده موضوع تاني عايز وعظة، عايز حلقات. لكن نفس النهاردة مهما عندك الإصرار ده، يعني أنا عارف طول ما احنا في هذه الأرض بتقابلنا صدمات وتقابلنا مطبات وتقابلنا مفاجآت، لكن ده مش هيخليني ولا يسني عزيمتنا. إصرار، أنا مكمل معاك مهما حصل. لما تبص على أليشع تلميذ إليا، كان كل مشتهى من إليا إيه؟ نصيب اتنين من روح إليا. طب وده بالسهل؟ ده يجي كده؟ لا لا، التصق بيه. لدرجة في ملوك التاني اتنين إليا يقول لأليشع تلميذه، يقول له امكس ها هنا الرب ارسلني الى اريحه، يقول له حي هو الرب وحي هي نفسك لا اتركك. انجاز لي التعبير، اقول ده اسمه عصيان مقدس، ده عايز يلتصق به، مش هسيبك. قال له طب تعال. يطلعوا له جماعه من بنو الانباء يقول له انت تعلم ان سيدك يؤخذ منك، ده كان اصعب حاجه على اليشع. قال لهم انا اعلم، اصمتوا، انا مش عايز حاجه تخلي الموضوع انا مكمل. يطلع له بعد شويه يقول له امكس هنا الرب ارسلني الى بيت ايل، يقول له حي هو الرب ثلاث مرات لغايه لما رايح الاردن. بقى وصل الاردن وقال له امكس هنا الرب ارسلني، قال له كله الا دي ليه؟ اصل فيها حاجات جميله هروح معاك. ركز معايا في ذكاء ايليا. ملوك الثالث اتنين ايه؟ ارجع اقرا القصه دي. ايليا وصل لغايه الاردن، نهر الاردن، وهو اول ما شاف الميه طبعا لازم يعدي. ايليا عمل ايه بقى؟ بص الحركه بتاعت الذكاء، وده للمؤمن اللي عايز. عشان كده بكلمك على مستوى راقي الرب يعمله معانا النهارده. مسك الرداء بتاعه ايليا وراح ضرب الاردن. ايه اللي حصل للاردن؟ انفلق الاردن الى نصفين، عدوا. عمنا اليشع مشتاق، عنده اشتياق، شاف المشهد ده، انجاز ليا التعبير اقول ها يعني عطشه، عمل له عمليه تعطيش، وكانه بيقول انا عايز من ده، انا عايز النوع ده. طب تعالى معايا اليشع، طالما انت عايز خلي عندك هو عن اصرار حقيقي انا معاك. وراح بقى قال له بعد ما عدوا، بص اسمع الكلام بقى الجميل اللي جاي. قال له عايز ايه؟ قال له عايز نصيب اتنين من روحك. قال له ان شفتني وانا اؤخذ منك هتاخد، ركز معايا، ولو ما شفتنيش مش هتاخد. طب تخيل كده معايا اليشع قاعد عامل ازاي؟ ده عينيه مش بترمي، مش عارف الرمشه بتاعت العين مش موجوده ليه؟ خائت، عارف ان ايليا اتاخد بمركبه ناريه يعني، فقال لك لا ممكن يتاخد مره واحده وما اشوفوش، لا انا عينيا هتبقى يعني بيقولوا كده مفنجله، انا مش المشهد ده لازم اشوفه يعني ما نمتش. يقول لك لا ما نمتش، عندي اصرار، عندي عزيمه. احبائي البركه غاليه، الالتصاق بالرب غالي. نعم. عايز باسم الرب يسوع، لما الرب قال كونوا رجالا تقووا، الرب عايز انجاز رجاله، رجاله، مش بتكلم على رجاله نوع، حتى نساء رجال في الايمان. عشان كده نفس النهارده عندنا الاصرار ده هنلتصق بيه. الاول ما وصلت للاردن بقى وقال له لو شفتني وانا اؤخذ منك هاخدك وهتاخد، ولو ما شفتش مش هتاخد. فضل باصص وشاف المشهد ده لغايه لما جت المركبه وراحت واخده إليه. بص المشهد ده معايا بقى، سقط رداء إليه بكل عنفوان، مش عنفوان يعني شراسه، لا مشتاق، مسك الرداء وقال اين هو الرب اله إليه، وراح ضرب الاردن، ما انفلقش اول مره، اقراها كويس، وراح ضرب الاردن مره تاني، انفلق الاردن الى نصفين وهو بيقول اين هو الرب اله إليه. عارف اللي حصل؟ بشهادة بنو الأنبياء شاوروا عليه وقالوا حقا قد استقرت عليه روح إليه. خد لما أصر
وانا بصلي باسم الرب يسوع لا للاعاقات اللي تمنعك عن الالتصاق بالرب. يا اخي مهما حصل انا ما اعرفش قاعد قدامنا وانت بتسمع صعبان عليك بقالك سنين يمكن ما دخلتش كنايس وقافل الباب ده. رب في مشيئته ليك عظيمه التصق بيه. انا بكلم يمكن خدام ركنوا بقالهم وقت طويل جدا الرب مدد ايده ليك بيقول لك عايز استخدمك استخدام عظيم. يمكن بدات مع الرب وركنت واتخذت ووالدتك بتصلي لاجلك ووالدك بيصلي لاجلك وليك خدمه والرب دعيك من فضلك قوم من تاني وقول للرب عندي اصرار وارمي بتاع زمان ده اللي بقاله يمكن سنين طويله عوائق ومطبات قدامك منعاك انك تلتصق بيه وقول عندي اصرار هكمل وتسلح كده بهذه النية. مش أي حاجة توقفك حد يقول لك كلمة حد يزعلك وحد مش عارف يقول لك إيه حد لا لا اركن ده كله على جنب. أنت ماشي مع ملك الملوك ورب الأرباب قل له مهما حصل عندي إصرار وعندي يقين هكمل معاك وهشوفك وهشوف البركة العظيمة. صرخ أليشع وقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. لكن سقط الرداء استقرت عليه روح إليه التصق نعم التصق. طب ورعوس هقول لك على ثلاث حاجات اللي بدأنا بيهم وخلاص الوقت الحلو بيمر بسرعة. حلقتنا قربت على الانتهاء محسناش خالص بالوقت. لكن هقول لك على ثلاث حاجات اللي بدأنا بيهم. قلت لك أول حاجة قيادة روحية نتيجة الالتصاق. طب ورعوس الرب قادها لما رجعت بقى مع نوع مين الحقل كبير في إصحاح 2 من عدد 3 في إصحاح 2 عايزة تطلع قالت لنوع مين دعيني ألتقط أنا مش بتاعت أعاد. طب هتروحي فين أنت غريبة. يقول كده الكتاب في عدد 2 من عدد 3 من رعوس 2 فذهبت والتقطت في الحقل وراء الحصاد. بص مع الكلمه العظيمه دي فاتفق نصيبها. انا الكلمه دي قعدت وقت كده فاتفق نصيبها. يا سلام فاتقولها لك تاني فاتفق نصيبها في قطعه حقل لبوعز. وأتار الرب لما لقاها التصق قال لها تعالي هو اللي بيلتصق بيا أنا هسيبه. وكأنه كده جاب رجليها وراح حطها في قطعة حقل لبوعز. عارف مين بوعز؟ ده إشارة للرب يسوع المسيح المقام من الأموات. يحط رجلك في المكان المناسب. أختي اللي عايزة تعرفي مشيئة الرب لما تلتصق بيه الرب يمسك رجلك يحطها في المكان المناسب يحطها في المكان المناسب. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز. رجلها اتحطت مش في أي حقل لكن الرب قادها وحط رجلها في قطعة حقل لبوعز. لكن عارف الحاجة التانية وحاجة في منتهى العظمة أنا قلتها لك من شوية كنت بقول لك يغير الحتة المشينة. فاكر لما كنت بقول لك في بداية الحلقة الحتة المشينة ده الرب يغير الهوية بقى خلاص يديلك اسم جديد لما تلتصق بيه اسمك يتحد باسمه تاخد هوية جديدة. عارف اللي حصل لما التصقت ببوعز رعوس جابت ولد سميته ايه الجارات سميته عبيد وعبيد ولد يسه ويسى ولد داود من الذي جاء من نسل داود شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. قل له رعوس يا مؤابية تقول لك خلاص ده كان زمان خلص الموضوع ده جاي من نسل جاي من المسيح. يا سلام يا سلام لما اسمك يتشال منه الحاجة المتغير الهوية. لكن نعمي بركتها بركة قالت لها ليكن الناظر إليك مباركا. دي البركة في العلاقات الاجتماعية كل اللي يبص لك يتبارك. وبصلي باسم الرب يسوع وفي هذه الحلقه نفسي اصلي معاك وخلاص احنا عدلنا دقيقتين يمكن ولا حاجه هصلي معاك. اغمض عينك قول له عايز التصق بيك يا رب وواثق ان ده يحصل. يا رب يسوع بصلي اجل كل مشاهد وكل مشاهده ثبت كلماتك اعمل عمل عظيم من خلال كلمتك اعمل معجزه الالتصاق بيك يا رب يسوع. شيل كل موانع شيل كل اسوار يا رب برفع بين ايدك كل طلبة صلاه كل حد طلب يا رب يصلي اللي وصل لنا واللي ما وصلناش اشفي والمس وعالج ورد واسترد. نضع الكل بين ايدك باسم الرب يسوع المسيح لك كل المجد. احبائي المشاهدين شكرا جدا لاجل الوقت اللي قضيناه معاكم وقضيتوه معانا وهنختم ختام غير تقليدي هنختم بترنيمه مع اخوي عماد. وشكرا جدا للوقت الجميل ده استنونا في حلقات قادمه من البرنامج الجميل جه وقتك. عايز اشكر اخوي عماد على الوقت اللي بارك لك شكرا ليك ربنا يبارك لك. نعمتك غنيه نعمتك عظيمه يلي راضي بيا وانت اللي مفرحني. نعمتك غنيه نعمتك عظيمه يلي راضي بيا اديت ليا قيمة بايدك بتحاوطني ايوة ايدك كريمة انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا واديت ليا
ليا قيمة بإيدك بتحاوطني أيوة إيدك كريمة أنت اللي مفرحني وبديني الترنيمة نعميتك شالتني من وسط كسوري أيوة إيدك حملتني أنت ليا صوري مش متروك لوحدي لظروفي وأموري أنت بدت معايا وهتكمل يا نوري نعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا وديت ليا قيمة بإيدك بتحاوطني أيوة إيدك كريمة أنت اللي مفرحني وبتديني الترنيمة نعمتك بتقبل والدالم صديق كنت بعيد لوحدي ابني بقيت حبيبك ولقيت نفسي محمي متشال جوا عينك انا مديون للنعمة انا مديون لصديقك نعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا وديت ليا قيمة بايدك بتحاوطني ايوه ايدك كريمة انت اللي مفرحني